ولا المشاهدين الكرام ديالي، احنا رجعنا لكم عاوتاني. دابا لاله نعيمه غادي تعدل لنا الحرشه، غادي نشوفوا الطريقه كيفاش غادي ديرنا. لاله نعيمه شنو دابا عندك تما داك الطحين؟ سميده. هذه سميده، قربنا هنايا هزيها شويه باش يشوفوا المشاهدين. شنو كتحتاجي في هاد سميتو؟ هاد غير الماء والملحه. لاله نعيمه كيفاش شرحت لنا كتحتاج السميده، كتحتاج الملح وكتحتاج الماء. تكلي على الله لاله نعيمه. شكرا. كتعبري كتعبري بزاف. فوالا، وغادي تشرحي لي شحال ملي غادي تعبري لك الاخر، شحال غادي تعطيك من الحرشه؟ فوالا، لاله نعيمه دارت ثلاثه الزلايف ديال السميده، دارت الملح والماء. سير على بركة الله. كتعرفوا دائما الحموم والشيوت كيبقى يجيب لكم من الاول حتى الاخر. غادي نشوفوا هاد الرفيسه كيفاش غادي تطلع اليوم بالدجاج البلدي بالطريقه ديال الناس ديال واد بث. غادي نشوفوا كيفاش غادي يجي لنا هاد الشيء اللي غادي تعدل لنا اليوم لاله نعيمه، وغادي نقيسو وغادي نقول لكم شنو كاين. الله يعطيك الصحه ودير لاله نعيمه. شكرا. شوفوا العجينه كيفاش كتمشى. الله يعطيك صحتك والله يخلي لك وليداتك ويخلي لك راجلك ويخلي لك الوالده ديالك والوالد ديالك والله يخلي لك العائله ديالك كامله. ومبروك عليك العواشر ان شاء الله الرحمن الرحيم. الله يدخل علينا هذا العيد بالصحه والهنا والتيسير، والله يبعد منا الوباء. هذا الشيء اللي كندعيو. فوالا صافي. وجدت شحال تتمنى من دقيقه لاله نعيمه؟ جوج دقائق ثلاثه دقائق. الله يعطيك الصحه. دابا شنو غادي ديري لاله نعيمه؟ غنقرصوها. نعم وغندوي الفراش طيبين. فوالا بقاو معنا ملي غادي نقرصوا الحرشه ديالنا، غادي نزيدو نوريو لكم ملي غادي نديوها للفراح نطيبوها غادي نوريها لكم. بقاو معنا ما تمشيوش بعيد، ها احنا راجعين لكم. فوالا مشاهدينا الكرام احنا رجعنا لكم. لاله نعيمه ها هي درت الزيت ياك دابا غادي الزيت والسميده. فوالا تكلي على لاله نعيمه نشوفو باش الطريقه هذه. كدير السميده هي الاولى، كدير العجينه ديالها وي كديرو الدراج. قربنا شويه محد الكوكوط راه هكا طيب ديال الدجاج ديالنا، وحنا كنعدلو المسمن. رحنا عايشين واحد الجو رائع، الجو مخير. تبعوا مع لاله نعيمه كيفاش كتعمل. هذا لاله نعيمه تحياتي من العاصمه ديال واد بث بوجامع الى البروكسيل. هذه رساله للناس ديال اوروبا، حياكم الله. فوالا زيدي لاله نعيمه. الاولى مشات كنعاودو الثانيه وكيستمر العمل ديالنا. دائما كنديرو السميده وكنتبعلو العجينه الزيت. الله يعطيك الصحه ودير لنا النعيمه وصافي. فوالا فوالا زيد مالتي ما تحشميش لاله نعيمه مالتي، هضري نورمال ما تخافيش. اول مره عاد كنشوفو. وانا ما كنتش غادي تشوفي الدنيا هانيه. كنا كنشوفو غير التليفون ياك. ودابا دابا حموم والشهيوات معاك من بروكسيل الى واد بث الى بوجامع. الله يحفظك. شكرا، ترحب بك الجنه. فوالا بقاو معنا ما تمشيوش بعيد، ها حنا راجعين لكم. فوالا المشاهدين الكرام ديالنا العجينه ديالنا حنا غادي نمشيو نخبزوها مع لاله نعيمه. هي طيبتها وانا معاونها في هذه. سير بسم الله. ديري العافيه لاله نعيمه ان شاء الله. هنشعلوا عاوتاني العافيه. بسم الله. عليها طاجين. شدوا الفرح ديالنا ياك. نعم حنا كنقولوا الطاجين ماشي كنقولوا الفرح. هذا كتكون تسميوه حتى هذا طاجين. كلشي طواجن هنايا. كلشي طواجن هنايا. بسم الله. فوالا العافيه كتشعل. منين غادي نبداو نخبزوا؟ ها حنا راجعين لكم. حنا دابا ورينا لكم العافيه كيفاش كتشعل.
من غادي نبغيو نحطوا الفراح اولا الطاجين ولا واحد كيفاش كيسميه ها حنا راجعين لكم ما تمشيوش بعيد بقاو معنا فوالا هنايا لالا نعيمه كيفاش كتجيب الحطب ديالها مسكينه كيفاش هادشي باش كطيب باش كطيب الطاجين ديالها باش كطيب الخبز باش كطيب بزاف ديال الحوايج هذه هي المعيشه باش كيعيشوا الناس ديال القراويه مساكين كيمشيو كيحطبوا ما نعرف شحال واش كولوميت واش جوج كولوميت واش ثلاثه كولوميت ملي تقسيتها قبيله لقيتها عاد مشات جابت هذا الحطب هذا قالت لك تقريبا مشات ما بين 6 الصباح اولا 6 ونص ما جات حتى ل 10 ديال النهار عاد جابت هاد الشويه هادو ان شاء الله حدو هادشي هادي باش كنوري لكم المراه كنفازي على المراه القرويه كيفاش كتعيش في هاد الباديه هادي فوالا بقاو معنا كل خطره كنبغي نبين لكم شويه شويه باش كاع نستافدوا كاملين تستافدوا مع الناس اللي كيعيشوا على برا الناس اللي كتعيش في المدينه الناس اللي كتعيش خارج ارض الوطن شوفوا كيفاش غاديين احنا غاديين معكم مرحله بمرحله بقاو معنا ما تمشيوش بعيد فوالا لالا نعيمه هي غادي تبدا دابا العمل ديالها في الخبزه في الحرشه بازي شويش قربنا الكاميرا شكرا للمصور شكرا للطاقم التقني قلنا هيا كطيب الحرشه ديالنا احنا مشينا معكم مرحله بمرحله كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم هذا الرفيسه اللي غادي نديرو راني مشوق فوقاش ناكلو هذا الرفيسه اللي كتعدل لنا لالا نعيمه انا كنت بغيت نعاونها قلت لك غير اجي يكون مساعد ديالي وانا كان حتى الحاجه اللي ما كنتش عارفها انا كندير لها شويه الصنعه ايوا صافي تبارك الله الله يحفظك فوالا بقاو معنا ملي غادي طيب الحرشه ها حنا راجعين لكم ما تمشيوش بعيد ها حنا جايين ولا المشاهدين الكرام ديولي الطاجين ديالنا ما بقاتلوش بزاف قاتلو واحد 10 دقائق او 12 دقيقه اللحم قريب يطيب فوالا ها هو كيغلي قرب شكرا المصور كنشكر المصور اللي كيصورني دابا غادي ندير الخضره ديالي البرقوق راه خليته كيتسلق واحد 5 دقائق دابا غادي نبداو بالخضره كنبداو بالزروديه اولا بخيزو اولا واحد كيفاش كيقول لها نبداو نسبتو الخضيره ديالنا هكا ما شهيتكمش هاد النسمه ديال هاد الجدي هذا ما شاء الله هاد المنطقه هادي هاد الجدي اللي عندهم مزيان صحي للناس صحاب السكر ومزيان واخا الانسان ما فيش السكر يدير هاد الطاجين هذا بالمعز كيجي زين كتعرفوا حمامو الشهيوات ضروري خصو يشهيكم شويش وحنا كنستمروا على العمل ديالنا وهاد الطاجين الا لاحظتوا راه كنخدموه بلا مطيشه هذا علاش حيت عندنا البرقوق هذا كيديروه بواحد الطريقه هاد المنطقه ديال واد بت الناس ديال بوجامع فوالا نتمنى هاد سميتو احنا دابا درنا الخضره ديالنا فوالا غادي نحيدو هادو كيبقى لنا اللوز والبرقوق غادي نزينو به في الاخر ما تمشيوش بعيد بقاو معنا ها حنا راجعين لكم